لازم افراد المنتخب اللبناني يتقدموا اكثر، لانه ما عاد عندهم شيء يخسروه ابدا. في خطا، في فاول، في فاول، لازم يتنفس بطريقه كثير منيحه الضربه الحره، مع العلم انه المنتخب اليمني عم يرتد للدفاع. الضربة الحرة تتنفس داخل منطقة الجزاء، وهدف التعادل، هدف التعادل، جول فور رستم بعادل النتيجة. يعني هي هدف التعادل 2-2، يعني هدف رائع جدا. رح نرجع نشوف الهدف بالإعادة، فعلا هدف رائع جدا جدا جدا. كنت عم بقول لكم لازم تتنفس ضربة الحرة بطريقة كثير منيحة، ما عاد عنده شيء المنتخب اللبناني يعمله، لازم يهاجم أكثر وأكثر، لأنه الخسارة 2-1 مثل 3-1 مثل 4-1، بس وقت نهجم، وقت نسجل هدف تعادل، وبعد باقي وقت فينا نسجل بعد هدف الفوز.